السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل فستان بناتي سهل وبسيط، أتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فستان النهاردة إن شاء الله هنشغله لسن سنة، لكن كمان ممكن نشغله لأي فئة عمرية، والمقاس الوحيد اللي بنستخدمه هو مقاس دوران الصدر. طيب نجيب مقاسات دوران الصدر منين يا رندا؟ في فيديو مقاسات الصدر المربع عندنا على القناة، في كل المقاسات من سن يوم لسن 16 سنة للصدر المربع، يعني في دوران اللي هو الصدر لكل الفئات العمرية. للي يحب يراجع الفيديو أتمنى أنه يكون سهل وبسيط عليكم وينول أعجابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي بقى نشغل فستاننا النهاردة، وزي ما قلنا مع بعض بنستخدم مقاس دوران الصدر، وبالنسبة لمقاس السنة بيكون دوران الصدر 50 سنتي، هو بيبتدي من 48 لـ50 سنتي، بس احنا هناخد المقاس الأكبر علشان يكون الفستان معانا مرتاح. هنستخدم خيط أليس ديفا مع إبرة رقم 3 مليمتر. اعتقد كده واضحة اهي. طيب نبتدي بقى بسم الله، نبتدي نكون سلاسل البداية على اساس الـ50 سنتي. هنسيب مسافة من الخيط ونلف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة اسحب الخيط واخرج منها، طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية. علشان نكون سلسلة بيكون عندي على الابرة حلقة، بسحب الخيط وبخرج منها. بسم الله، 1 2 3. احنا طبعا مش هنعد عدد سلاسل، احنا بنشتغل على 50 سنتي، بنشتغل على عدد سنتيمتر، بحيث انت اشتغلتي بالخيط ده او باي خيط تاني او باي حجم ابرة تاني فما في يكونش فيه اي مشكلة، بتشتغلي على المقاسات بالسنتيمتر على طول. هكمل السلاسل بتاعتي لغاية ما اوصل لـ50 سنتي وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني، وهنا اشتغلنا مجموعة سلاسل بتكون طبعا طولها طول السلسلة كلها 50 سنتي. طيب عدد سلاسل البداية انا عاوزاها تكون تقبل القسمة على 4، يعني ايا كان العدد اللي بتشتغلي بيه يا تزودي يا تقللي عن العدد اللي انت اشتغلتيه لو ما بيقبلش القسمة على 4، لكن لو بيقبل القسمة على 4 يبقى تمام، هنكمل شغلنا مفيش مشكلة. نعدل السلسلة بتاعتنا كلها بحيث ان هي تكون على وش واحد، ما تكونش ايه جزء مبروم هنا او هنا، ونروح لأول سلسلة اشتغلناها. ونبتدي نقفل بغرزة منزلق. بروح للحلقة الأمامية للغرزة الأولى، أسحب الخيط وأخرج منها، ومن الحلقة الموجودة عندي على الإبرة هنبتدي بقى نشتغل الفستان بتاعنا. نرتفع سلسلتين، وهيكونوا مجرد بس سلاسل ارتفاع فقط لا غير، 1 2. شغلنا هيكون بغرزة العمود بلفة. في البداية هنكون شكله، وفي نهاية الفستان هيكون بردك بشكل غرزتين. فوق الفراغ الاول هبتدي ادخل في الحلقة الخلفية الباك لوب، اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة كده 3 حلقات، هسحب الخيط واخرج من حلقتين، يتبقوا 2 هسحب واخرج منهم. تاني بكرر، بيكون معايا عشان اشتغل عمود بلفة على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة، هدخل فراغي رقم 2، نضيف معانا خيط البداية عشان نخفيه معانا على الابرة، نسحب الخيط ونخرج معايا كده على الابرة 3 حلقات، هسحب الخيط واخرج من حلقتين، وارجع اسحب واخرج من حلقتين. والسطر الاول كله فوق كل غرزة بتقابلني من السلاسل بشتغل عليها غرزة عمود بلفة واحد زي ما احنا شايفين حتى نهاية السطر. رجعت لكم تاني كده، خلصنا السطر بتاعنا كله عمود بلفة فوق كل سلسلة كنا شغلينها من البداية. نروح لأول عمود، احنا طبعا سلسلتين الارتفاع ملناش علاقة بيهم، نروح لأول عمود ونقفل فوقيه بغرزة منزلقة، وهبتدي فوق أول عمود اشتغل عمود وكمان جنب منه 2 عمود بلفة، بحيث ان انا اكون 3 عمود بلفة جنب بعض، سلسلتين ارتفاع ومش بنحسبهم من العدد، وابتدي اشتغل فوق اول عمود عمود بلفة واحد، والعمود رقم 2 كمان عمود، وكمان عمود يبقوا 3. اكده اشتغلت 3 عمود بلفة. تمام، هاخد سلسلة من فوق، السلسلة دي هسيب تحتها فراغ واروح اشتغل 3 عمود فوق 3 عمود، 1 2 3. اخد سلسلة هسيب تحتها فراغ واروح اشتغل 3 عمود، والسطر بتاعي كله 3 عمود سلسلة 3 عمود، والسلسلة اللي احنا بناخدها من فوق بنسيب تحتها فراغ زيها بالظبط ايه من تحت، يعني بشتغل 3 عمود فوق 3 فراغات، هاخد سلسلة سيب تحتها فراغ واروح اشتغل 3 عمود بلفة، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده خلاص السطر بتاعنا الاول اللي هو رقم 2 خلص. نبتدي بقى نقفل فوق اول غرزة اشتغلناها بغرزة منزلقة،
طيب السطر ده هنبتدي نشتغل عمود على الفراغات اللي فيها سلسلة، واشتغل 3 سلاسل على الـ3 عمود. طيب احنا هنا دلوقتي واقفين فوق اول عمود، معلش هنرتفع سلسلتين ونلف الخيط ونرجع للفراغ اللي هو اللي قبلينا اللي فيه سلسلة، ندخل نسحب الخيط ونخرج معايا 3 حلقات، نقفل العمود بلفة، نسحب من حلقتين ونرجع نسحب من حلقتين. انا كده اشتغلت على طول سلسلتين ارتفاع، واشتغلت في الفراغ اللي قبل مني غرزة عمود بلفة اللي هو فوق السلسلة. فوق الـ3 عمود هاخد 3 سلاسل مسافة، 1 2 3، هلف الخيط على الإبرة، هسيب الـ3 عمود وفوق السلسلة بدخل بشتغل عمود بلفة، 1 تاني، برجع اكرر فوق الـ3 عمود 3 سلسلة، 1 2 3، نسيبهم ونشتغل فوق السلسلة عمود بلفة، 1، وبكرر ده لغاية نهاية السطر. فوق الـ3 عمود باخد 3 سلسلة، 1 2 3، وفوق السلسلة بنروح نشتغل عمود بلفة، 1، ونكرر ده لغاية ما نوصل لنهاية السطر. رجعت لكم تاني وكده خلاص في نهاية السطر، اخر حاجة اشتغلتها كانت الـ3 سلاسل بالشكل ده زي ما احنا شايفين. طيب السطر اللي جاي تكرار السطر اللي قبله، هنقفل بمنزلقة فوق العمود الاول اللي اشتغلناه، وهمشي بمنزلقة لغاية السلاسل الـ3. فوق السلاسل الـ3 هبتدي اشتغل 3 عمود بلفة، سلسلتين ارتفاع، وزي ما قلنا مع بعض هما مجرد سلاسل ارتفاع من بداية شغلنا خالص. ابتدي اشتغل 3 عمود فوق الـ3 سلاسل، 1 2 3، فوق العمود هاخد سلسلة وهسيبه واروح فوق الـ3 سلاسل واشتغل 3 عمود، 1 2 3، سلسلة فوق العمود ونسيبه، فوق الـ3 سلاسل بشتغل 3 عمود، وبفضل اكرر بنفس الطريقة دي يا بنات. السطر اللي هو رقم 2 والسطر رقم 3 اللي هو السطر اللي فيه 3 عمود سلسلة 3 عمود، وبعد منه السطر بيكون عمود فوق السلسلة 3 سلسلة فوق الـ3 عمود، ونسيبهم ونروح نشتغل عمود 3 سلاسل عمود، وهكذا بفضل اكرر بنفس الطريقة اللي احنا شايفينها دي زي ما احنا شايفين، لغاية ما بيكون عدد السطور معايا بداية من السطر الاول 12 سطر. يعني انا عندي كده 1 2 3 4، هنكمل لغاية ما بنوصل بنفس الطريقة ان انا بكرر السطرين دول اللي هو رقم 2 و3، بنفضل نكررهم لغاية ما بنوصل يكون معايا 12 سطر، واخر سطر بشتغله بيكون هو طبعا معايا مقفول زي ما احنا شايفين في 3 عمود وسلسلة، او على حسب طبعا ترتيبة السطور بتاعكم. هنبتدي نكمل لغاية ما نوصل 12 سطر ونرجع تاني مع بعض نشوف بقية الفستان شكله ايه مع بعض. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده في نهاية السطر، بعد ما كملنا السطر رقم 12 بنبتدي نقفل بغرزة منزلقة ونضيف لون جديد. احنا ممكن يا بنات الجزئية دي نزودها كمان سطرين او 4 سطور، يعني ممكن نخليهم 14 او 16 سطر لو انتوا حابين ان الجزء ده يكون اطول شوية. هبتدي بقى في نفس المكان اللي انا فيه، هبتدي اقفل زي ما احنا شفنا بغرزة منزلقة وابتدي اضيف اللون الجديد. نستخدم اللون الابيض، نلف الخيط حلقة على الهوا، نقفلها كمان عقدة بداية، هسحب اللون الجديد من تحت الحلقة الموجودة عندي على الإبرة، وهسحب أطراف الخيوط معايا في خلف الشغل وابتدي أشتغل. فوق كل فراغ هيقابلني هبتدي أشتغل عمود بلفة، 1، يعني فوق كل فراغ سواء عمود أو سلسلة بشتغل عمود. هنا فوق العمود الأول نبتدي نشتغل عمود بلفة، وزي ما قلنا مع بعض فوق كل فراغ بيقابلنا بنشتغل عمود بلفة فوق الأعمدة والسلاسل كده، عمود فوق العمود التاني، عمود كمان على العمود رقم 3، هتقابلنا السلسلة بنشتغل فوقيها عمود، والسطر بتاعنا كله عمود بلفة على كل غرزة بتقابلني سواء عمود بلفة أو سلسلة، يعني 3 عمود فوق الـ3 عمود وعمود على السلسلة وهكذا. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين بالشكل ده خلاص، بعد ما خلصت السطر دوت بغرزة عمود فوق كل غرزة، السطر اللي جاي بردك فوق كل غرزة بشتغل غرزة عمود بلفة، 1 فوق كل عمود، يعني هرتفع سلسلتين ارتفاع وفوق كل فراغ بندخل نشتغل عمود بلفة، 1، لغاية ما بخلص السطر بتاعي كله عمود فوق كل عمود بيقابلنا. رجعت لكم تاني وفي اخر عمود بلفة نبتدي نشتغله مع بعض ونغير للون جديد. ببتدي معايا على الابرة حلقة،
بلف لفة واحدة، هدخل فراغ الأخير، أسحب الخيط وأخرج. معانا 3 حلقات، هنسحب الخيط ونخرج من حلقتين بنفس اللون. نبتدي نسيب اللون اللي احنا كنا بنشتغل بيه ونجيب اللون الجديد، نقفل عقدة بداية ونسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقتين اللي اتبقوا معايا على الإبرة. نسحب أطراف الخيوط معايا في الخلف وأروح لأول غرزة، أدخل وأضيف معايا كمان أطراف الخيوط على الإبرة وأقفل بغرزة منزلقة. سلسلتين ارتفاع، خلاص الخيوط اللي مش بشتغل بيها سيب مسافة بسيطة من الخيط وقص، وباقي الخيوط كلها بسحبها معايا، بنبرمها بالشكل ده ونسحبها معانا خلف الشغل. هبتدي تاني اكرر مسألة ال3 عمود، يعني بشتغل 3 عمود فوق 3 فراغات، 1 واللي بعده كمان عمود، 2 واللي بعده كمان عمود، 3 زي ما احنا شايفين. ونبتدي ناخد سلسلة، هسيب تحتها فراغ، نسيب عمود ونروح للفراغ اللي بعده على طول. نبتدي نشتغل 3 عمود كده، 1 2 3، سلسلة نسيب تحتها فراغ ونشتغل 3 عمود لغاية ما نوصل لنهاية السطر. 3 عمود سلسلة، 3 عمود سلسلة، والسلسلة اللي هشتغلها بسيب تحتها فراغ من تحت. بكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني في نهاية السطر بعد ما خلصنا. نبتدي نروح لأول غرزة اشتغلناها ونقفل بغرزة منزلقة. طيب أنا مش محتاجة يا بنات أشتغل فوق الأعمدة نهائي، هشتغل على السلاسل بس، يعني المكان اللي فيه سلسلة هو ده المكان اللي بشتغل فيه بس. همشي بمنزلقة وكمان منزلقة وكمان منزلقة لغاية أول سلسلة اشتغلناها. هرتفع سلسلتين وفي نفس الفراغ هشتغل 4 عمود، 2 سلسلة 4 عمود بلفة في نفس الفراغ كده، 1 2 3 4، 2 سلسلة، 1 2، كمان مرة في نفس الفراغ 4 عمود، 1 2 3 4. مش هاخد اي سلاسل يا بنات دلوقتي، هلف الخيط مباشرة، هسيب ال3 عمود واروح للسلسلة واكون 4 عمود، 2 سلسلة 4 عمود بلفة في نفس الفراغ كده، 2 3 4، 2 سلسلة وكمان 4 عمود في نفس الفراغ، 1 2 3 4، وبفضل اكرر لغاية نهاية السطر. هسيب ال3 عمود واروح فوق السلسلة اكون صدفة مكونة من 4 عمود، 2 سلسلة 4 عمود بلفة لغاية ما بوصل لنهاية السطر، وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وكده خلاص في نهاية السطر. نبتدي نقفل بغرزة منزلقة في اول عمود اشتغلناه، وكل السطور اللي جاية لغاية ما نوصل لطول الفستان اللي هو بيكون عندنا 50 سنتي، نبتدي نشتغل فوق كل صدفة صدفة زيها بالظبط. يعني الصدفة دي بتكون فين؟ بتكون فوق السلسلتين. همشي بمنزلقة على العمود التاني، ومنزلقة على العمود التالت، ومنزلقة كمان على العمود الرابع، ومنزلقة كمان لغاية ما وصلنا للسلسلتين. فوق السلسلتين برجع تاني اكرر، هرتفع سلسلتين، ودول بس مجرد سلاسل ارتفاع. داخل كل سلسلتين بشتغل 4 عمود، 2 سلسلة 4 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 2 3 و4، 2 سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ فوق السلسلتين، 4 عمود بلفة تاني في نفس الفراغ، 1 2 3 4. هنلف الخيط على الإبرة، طبعا الأعمدة والفراغ اللي في المنتصف ده والأعمدة اللي بعدها مش هشتغل فوقيهم، هروح للسلسلتين بس واشتغل 4 عمود، 2 سلسلة 4 عمود بلفة كده، 2 3 4، 2 سلسلة، 1 2، وكمان 4 عمود في نفس الفراغ فوق السلسلتين، 1 2 3 4، ونكرر. ودي طبعا توتة القطة بتاعتي
هنسيب بقى الأعمدة والأعمدة والفراغ اللي في المنتصف ده، بس فوق السلسلتين، فوق كل سلسلتين موجودة داخل كل صدفة هي اللي بروح مباشرة أنا ألف الخيط على الإبرة وأروح أشتغل فوقيها صدفة زيها مكونة من 4 عمود، 2 سلسلة، 4 عمود بلفة. وفي نهاية السطر بقفل بمنزلقة فوق أول عمود وأمشي بمنزلقة لغاية ما بوصل لسلاسل اللي هي الاتنين، وداخل السلسلتين تاني بنرجع نكرر 4 عمود، 2 سلسلة، 4 عمود، واروح للسلاسل اللي بعدها، وبفضل اكرر دوت لغايه ما بوصل لطول الفستان. يعني تشتغلي 14 15 سطر او اكتر او اقل على حسب طبعا حجم او الفئه العمريه للسن اللي انت بتشتغلي له الفستان. والنهارده احنا هنشتغل لغايه ما نوصل للفستان كله على بعضه يكون معانا 50 سم. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، ولما بنوصل لطول الفستان اللي احنا محتاجينه بنبتدي نقفل فوق اول غرزه اشتغلناها بغرزه منزلقه السطر الاخير، ونبتدي نشتغل اخر سطر لينا في الفستان. نمشي بمنزلقة على كل الغرز لغاية ما بوصل لسلسلتين الزاوية زي ما احنا شايفين داخل الصدفة. داخل الصدفة هرتفع سلسلتين وهشتغل 9 غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ. بسم الله كده 1 2 3 4 5 6 7 8 و9، وممكن نشتغل 11 أو 13 عمود في نفس الفراغ. طيب بعد ما اشتغلت 9 عمود هنروح بقى، شايفين هنا سيب الـ4 أعمدة اللي في الصدفة اللي تحت، وشايفين الفراغ اللي ما بين الصدفة دي والصدفة دي، هذا هنزل من تحته كده اشغل اسحب الخيط واخرج واشغل غرزة حشو واسحب الخيط واخرج من حلقتين اللي عندي كمان على الابره. هلف الخيط تاني مره واروح للسلسلتين، هنسيب الـ4 عمود ونروح للسلسلتين نشغل 9 عمود، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، زي ما احنا شايفين هنسيب الـ4 عمود ونروح للفراغ اللي بعدهم ونشغل غرزة حشو، وبيكون عندي على الإبرة حلقة، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين بسحب الخيط واخرج منه زي ما احنا شايفين. يبقى بتكون نهاية الشغل بتاعي بالشكل ده، بتدينا شكل الفستونات الحلوة دي. نرجع تاني نلف الخيط نروح للسلسلتين نشتغل 9 عمود، وفي الفراغ اللي بعدهم بنشتغل حشو 9 عمود حشو 9 عمود حشو 9 عمود حشو لغاية ما بخلص الإطار الأخير من الفستان أو السطر الأخير من الفستان. تمام يا بنات؟ طيب دلوقتي بنعمل الحمالة. الحمالة حاجة سهلة جدا وبسيطة. الحمالات بنشتغلها بغرزة الحشو، لكن طبعا عشان الخيط معانا لو أنا بشتغل بخيط صوف هشتغلها بغرزة الحشو، لكن احنا هنا عشان الخيط معانا بيكون رفيع فهنشتغلها بغرزة النصف عمود أو غرزة العمود بلف. هنبتدي نسيب حوالي 2 سنتي من المكان ده، وابتدي ادخل في الحلقة اللي كانت باقية عندي من السلسلة، لان احنا طبعا هنا في المكان اللي احنا ابتدينا فيه السطر الاول. بقفل عقدة بداية، الخيط بتاعي بنقفل عقدة بداية، بسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة. السطر الاول هنشتغله بغرزة حشو عشان بس هو سطر تأسيس سلسلة، وفي نفس الفراغ بدخل وبشغل غرزة حشو اسحب الخيط واخرج واسحب واخرج من حلقتين. الغرزة اللي بعدها معايا على الإبرة حلقة، هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين، هسحب الخيط واخرج منه كده 2 3 4 5 6 7 8، وبنشوف برضك الحمالة من الناحية التانية. بسيب عدد الغرز اللي هسيبهم هنا على اليمين هو هو اللي بسيبهم هنا على اليسار، وابتدي برضك اوصل الخيط في 8 غرز من الاتجاه ده. تمام؟ اذا هشتغل الحمالة كلها بغرزة الحشو بارتفع سلسلة وبلف شغلي الناحية التانية، وفوق كل غرزة حشو بشتغلها بشتغل فوقيها غرزة حشو تانية زيها كده 2 3 4 5 6 7
8. نرجع تاني نرتفع سلسلة ونلف الناحية التانية ونشتغل على التمن غرز حشو، 8 زيهم، وهكذا لغاية ما توصل لطول الحمالة اللي انت حابة، وتشبكيها تخيطيها بالخيط والإبرة ايه خلف الفستان في الجهة التانية اللي هو طبعا ظهر الفستان. اما اذا كنت هتشتغل بغرزة النصف عمود فبرتفع سلسلة واحدة بس، هلف الخيط، هدخل فراغي، هسحب الخيط وهخرج معايا على الإبرة 3 حلقات، بسحب الخيط وبخرج منهم الـ3. ده 1 2 3 4 5 6 7 8. وبكرر اني برتفع سلسلة، والسلسلة مش بتتحسب معايا من العدد، هي مجرد سلسلة ارتفاع، وارجع الف الخيط الشغل الناحية التانية واشتغل على الـ8 غرزة 8 غرزة، سواء بغرزة الحشو، بغرزة النصف عمود، بغرزة العمود بلفة، برتفع لها سلسلتين والف شغل الناحية التانية، وابتدي اشتغل عمود بلفة فوق كل فراغ بيقابلني، عمود بلفة فوق كل فراغ لغاية ما بخلص السطر بتاعي، وارجع اكرر ان انا الف الناحية التانية وابتدي اشتغل السطر اللي بعده. زي ما احنا شايفين كده العمود بلفة، احنا اشتغلنا بالعمود بلفة في كل الفستان فمش محتاجين ان احنا نشرحه تاني مع بعض، بس بالشكل دوت. وببتدي بقى ايه اخلص الحمالتين زي ما احنا شايفين ونشبكهم بالخيط وبالإبرة في الجهة التانية بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهو الفستان بتاعنا، بتكون الحمالات بالشكل ده. بكده بكون وصلت معاكم لنهاية فكرتي، انا هكمل بقى الاطار الاخير من الفستان وهكمل كمان الحمالات واشبكهم مع بعض، لكن بكده بنكون وصلنا معاكم لاخر الفكرة بتاعتنا. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش فضل الله ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. ما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وما تنسوش كمان تتابعوا صفحتي على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.